تعرضت مرة أخرى إلى منصة صالون شرق مصر ورئيس مجلس إدارة الصالون الشاعر الأديب رضا أبو شرطة. كل القلوب إلى الحبيب تميل ومعي بذلك شاهدا ودليل، أما الدليل إذا ذكرت محمدا صارت دموع العارفين تسيل. مع المنشدة الجميلة اللي أول مرة جينا ومش آخر مرة، طه وليد مصطفى. ميوزيك. ايه الجمال ده؟ ايه الجمال ده؟